السلام عليكم، أقدم لكم اليوم النشاط الثامن من سلسلة الأنشطة الصيفية لأطفال الثلاث سنوات والمتمثل في نشاط الطباعة. الهدف من هذا النشاط هو التعرف على الأشكال الهندسية. نقوم بجمع أشياء موجودة في المنزل مختلفة لمختلف الأشكال الهندسية. يمكننا استعمال اسطوانة المناديل الورقية، الليجو، قوالب الحلويات وبعض الألعاب الموجودة في المنزل. سوف نستعمل أيضا الألوان المائية وورقة بيضاء. في كل مرة يقوم الطفل بغمس الشكل الذي يريد طباعته والطباعة على الورقة، وتقوم الأم بتسمية الشكل حتى يتعرف الطفل على مختلف الأشكال. وفي الختام، شكرا لكم والسلام عليكم.